معكم دكتور هديل عنا الله سعد، باحثة في مجال علوم الأعصاب ونائبة مدير الأبحاث والتطوير في شركة كاناشور، المتخصصة في تطوير مستحضرات طبية جديدة والتي تستند على تكنولوجيات مبتكرة وحديثة. في ذات الوقت الذي يبلغ عدد الأطباء العرب في جهاز الصحة نسبة 50%، فإن نسبة مشاركتهم في عالم المبادرات الطبية والتكنولوجية غير ملحوظ بتاتاً. التكنولوجيات الطبية تتطور بسرعة وتشمل العلاجات الجديدة، متابعة حالة المريض، التشخيص والوقاية من الأمراض. هناك نقص لأطباء وعاملين من جهاز الصحة في عالم المبادرات وتطوير التقنيات الحديثة، ومن هنا الفرصة للمشاركة في إحداث التغيير وإعطاء الحلول لتحديات الصحة العالمية، بالإضافة لخلق فرص جديدة من شأنها زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي لمجتمعنا العربي. أدعوكم للانضمام لي والمشاركة بحدث هو الأول من نوعه في البلاد، صحة تك، بتاريخ 21/10، للاطلاع على إمكانيات جديدة للدمج بين مجالي الصحة والتكنولوجيا. إذا كنتم من العاملين بمجال الصحة أو مجالات التكنولوجيا وبداخلكم روح المبادرة والرغبة بإحداث التغيير، شاركونا في حوار مع رياديين بارزين، مستثمرين وشركات، جميعهم بانتظاركم.